أرحب فيكم من جديد متابعينا من قلب البيت الزجاجي لسيدتي ببوليفارد ريال سيتي، ولقائنا الآن مع الممثلة والفنانة المصرية هيدي كرم، وهي اللي بدت في عالم تقديم البرامج ثم انتقلت للتمثيل والدراما. رح نتكلم عن رحلتها في هذا المجال أو هذين المجالين من خلال هذا اللقاء. يا أهلا وسهلا فيك. أهلا بيكي، زيك يا حبيبتي، عاملة إيه؟ طبعا نورتينا، ربنا يخليكي، متشكرة قوي. أول شيء حابة أسألك عن اسمك هيدي، اللي كثير بيصير في لغط بيقولوا هايدي بدل هيدي. ده حقيقي، هم عشان إحنا في المنطقة العربية يعني متعودين على هايدي أكتر، لكن هو الحقيقة أنا متسمية على اسم فنانة أوروبية كانت موجودة تقريباً في الستينات والخمسينات والسبعينات من الفترة اللي فاتت، وكانت اسمها هيدي لامار، وجدتي كانت بتحبها جداً، فلما انا اتولدت قرروا كانوا هيسموني انجي، وبعدين غيروا رايهم لان تيتا قالت لهم يعني لا، سموها هيدي على اسم هيدي لامار، لانها كانت من اشهر الفنانات في الوقت ده ومن اجملهم يعني، فهي كانت عايزه تسميني على اسمها فتسميت هيدي. وحبيتي اسم هيدي يعني؟ حبيته جدا، ما تخيلش اسمي حاجه تانية يعني، ما تخيلش ان يليق عليا حاجه تانية. بالتالي كل واحد بيتعود على اسمه صح. يعني متخيلش نفسه اسم تاني. ايش بدلعوكي؟ هدهوده، هدهد، دودو، معظم يعني في العموم هو ده الدلع. حلو. طيب قلتي بديتي هيدي بعالم البرامج، تقديم البرامج، وبعدين انتقلتي للتمثيل. نتكلم شوية عن يعني انتقالاتك هذه. انا الاول كنت بعمل اعلانات وانا صغيرة قوي، وانا في المدرسه يعني، كانت ماما تنزل معايا تروح معايا اعمل اعلان وتجيبني من الاعلان واعمل كليب وتجيبني من الكليب، هي ماما كانت بتشجعني يعني. بمارس هوايه حلوه وفي وقت الفراغ يعني. وبعدين لما كبرت شويه اتعرض عليا برنامج على ام بي سي اسمه اطباق واجواء، كان برنامج لرمضان، كان حوالي لو انا مش غلطانه كان ممكن 2003 2002 2004 في الحدود دي. كان لرمضان، كان بيتكلم عن الاكل طبعا، وكل يوم كان اكله من بلد معينه. وبعدين كنت ناوي اكمل في عملي كمذيعه الحقيقه، لكن ما اعرفش بالصدفه البحته ترشحت لمسلسل، وساعتها حتى دار نقاش في البيت اجرب التمثيل ولا ما اجربش التمثيل، اجرب لغايه ما طلعنا كلنا بالفكره انه طيب اجرب، وانبسطت انبسطت، ما انبسطتش هبطل يعني. والحقيقه ان اللي مشي هو التمثيل اكتر من البرامج يعني، مره واحده لقيت عجله التمثيل مشيت ومن مسلسل لمسلسل والدنيا مشيت، وعجله البرامج وقفت شويه، لغايه اما اتعرض عليا برنامج نفسنا، كان انتاج استاذ طارق نور على القاهره والناس. والحقيقه انه ده برنامج كنت انا بقى ماشيه في التمثيل بقى خطوات كتير. البرنامج ده كان مختلف ونجح نجاح كبير جدا، كان فيه جرعه جامده من الكوميديا والسخريه على كل احوالنا العاطفيه والعلاقه الراجل بالست، وكان برنامج ناجح، قعد 3 سنين ناجح. وبعدين انتقلت لاون تي في، انتقلت لاون تي في وقدمت البرنامج الخاص بالرجل والمرأة. قدمت برنامجين على الاون تي في، انا دلوقتي بقيت دلوقتي ان شاء الله دي رابع سنه مع الاون تي في. قدمت كلام ستات، كان برنامج ستاتي يعني بيتكلم عن مشاكل المرأة اكتر، وبعدين قررنا ان احنا نقدم حاجه متطوره اكتر فعملنا راجل واتنين ستات. ايش البرامج اللي حسيتيها قريبه منك اكتر، ويعني صار في عندك شغف اكتر في تقديمها؟ نفسنا كان من البرامج دي، وراجل واتنين ستات. كلام ستات كان برنامج بالنسبه لي نسائي لطيف، لكن ما كانش فيه تحدي كده، لكن نفسنا وراجل واتنين ستات برامج فيها تحدي بالنسبه لي. واحيانا شفت لك بعض اللقاءات انت بتدافعي عن الرجل. والله انا بدافع عن الحق، بس انا اصلي شويه حاده، ما بعرفش طبطب، فلو احنا بنتكلم عن قضيه انا شايفه ان الراجل فيها مظلوم هتلاقيني بدافع عنه، لو بنتكلم عن قضيه الراجل فيها هو اللي ظالم هتلاقيني بدافع عن الست.
جميل. طيب نتكلم عن مسلسلاتك، اهم المسلسلات اللي انت بتحسي انه هذا المسلسل قريب منك قدمتيه وانت بتحبيه، يعني اعطيتي كل ما عندك هذا المسلسل، ايش هي هذه المسلسلات؟ بصي انا هقول لك على المسلسل اللي كان بداياتي وكانت وشها حلو عليا، العندليب. مسلسل العندليب كنت بلعب دور حبيبه عبد الحليم حافظ اسمها جيجي، وكان دور حلو جدا حقيقة. انه ما كانش دور كبير قد ما هو كان دور مؤثر، وكان طول المسلسل بعد ما هي بتتوفى الشخصيه دي هو طول المسلسل بيفتكرها يعني في الاحداث. ده كان فتحه الخير عليا. من المسلسلات اللي انا بحبها قوي برضو وكانت بالنسبه لي نقله ومفاجاه للجمهور، مسلسل اسمه سابع جار. كنت بلعب فيه شخصيه بعيده خالص عن شخصيتي. في مسلسل كمان حلو قوي عملته مؤخرا اسمه لؤلؤ، وقواعد الطلاق ال 45 اللي بتعرض على الام بي سي. الحقيقه ان انا كل المسلسلات اللي عملتها انا حباها قوي. يعني كمان في مسلسل اسمه طاقة نور مع هاني سلامه، يعني لا كلها مسلسلات عزيزه عليا، كلها عملت لي نقله. في نقلات كبيره وفي نقلات صغيره، بس كلها نقلات على الطريق يعني. حلو. طب بتحبي الآن ينادوكي ممثلة أو فنانة ولا إعلامية؟ أنا بشوف إن كلمة إعلامية دي كلمة كبيرة قوي ومسؤولية كبيرة قوي. يعني الإعلامي ده شخص لازم يكون فيه مميزات كتير جدا، والنهاردة البرامج، نوعية البرامج اللي الناس بتحب تتفرج عليها أو جزء منها بتبقى برامج خفيفة، مش محتاجة يعني محتاجة حد عنده حضور وشوية كاريزما وسرعة بديهة وفاهم الفورمات بتاعت البرنامج. لكن إعلامي دي حاجة كبيرة وقيمة ومهمة، فما أقدرش يعني ما بحبش اللقب ده عليا لأني لا أستحقه، فاهمة؟ يمكن لو في يوم من الأيام بقيت أستحقه يبقى طبعا وسام على صدري إن أنا أبقى إعلامية ودي حاجة تشرفني، لكن ما بحبش أتسمى بمسميات أنا لا أستحقها، لأن بحس إنها بتحطني في حتة مش في مكاني. يعني مثلا مقدمة برامج؟ أحب مقدمة برامج، أحب ممثلة مقدمة برامج، لكن ما بحبش الحاجات اللي أكبر مني. عاد انت تستحق ان شاء الله يعني ربنا يخليك. ميرسي. مسيرتك اللي فيها عدد من البرامج ربنا يخليك. طيب ايش اللي حسيتيه قريب منك اكثر، اللي هي تقديم البرامج ولا الدراما؟ الموضوع ده بقى صعب جدا. ليه بقى؟ ليش؟ لان له ملابسات. بصي انا لما بكون مطحونه في التصوير في المسلسلات وبنشتغل 15 و16 و18 ساعه وما بنروحش بيتنا وتعبانين جدا، ببقى بقول يا محلاها البرامج. الله بروح اقدم البرنامج بتاعي، اقدم حلقتي لطيف ظريف جوه الاستوديو واخد بعضي وامشي. ايه الراحه دي؟ ايه الراحه دي؟ الدلع ده. فالمهم ايه، بيبقى وحشني الجو اللي هو فيه دلع. بروح بقى اقدم برامج مثلا ويقف شغل التمثيل شويه، مثلا ما فيش مسلسل ما فيش حاجه دلوقتي بتاع تدلعي شويه، اتدلع قوي. بعد ما اتدلع وازهق من الدلع اقول الله وحشني بقى ان انا اعمل دور كده يعني احس فيه بموهبتي واحس فيه. فساعات يبقى وحشني تقديم البرامج وساعات يبقى وحشني التمثيل، لكن الاثنين ليهم حاجات ايجابيه بحبها وليهم حاجات سلبيه مش بحبها. طبعا عالم السوشيال ميديا ودخولك هذا العالم وكيف انت بتظهري على طبيعتك وبتطلعي يومياتك في عالم السوشيال ميديا، قديش هذا الشيء بيخليك قريبه من الفانز تبعي؟ والله انا يعني جزء من العالم كله، مش بس عشان انا ممثله، كلنا بقت السوشيال ميديا جزء اساسي من حياتنا. وفي ناس كتير كمان يمكن مش مشاهير ولكن حاطين يومياتهم على السوشيال ميديا ومهتمين جدا بالسوشيال ميديا. انا بحس انها بتقرب طبعا، بتخلينا طبيعيين وبتخلينا الناس تحس ان احنا شبههم وان احنا مش عايشين في قلعه بعيده عنهم. وليها مميزاتها وليها عيوبها طبعا. بس انت بتظهري، بتحاولي تظهري بشكل طبيعي بعيد عن التصنع خالص، غيرك من الفنانين الممثلين تلقاهم شيء على السوشيال ميديا وفي حياتهم الثانيه شيء مختلف تماما. لا انا عامه حتى ما بحطش ميك اب كتير. انا النهارده عامله مجهود يعني عشان طالعه في سيدتي وكده يعني حطوا لي ميك اب وعملوا لي شعري وكده. ربنا يخليكي، بس حاسه ان انا واحده تانية. بس قلت يعني اتشيك وكده. لكن لا انا في العموم حتى في شغلي على فكره انا اللي بعمل مكياجي لنفسي في البرامج وفي المسلسلات.
ما بخليش حد يقرب من وشي، بحب الطبيعية على قد قدر المستطاع. لو كان شعري ناعم كنت مش هعمل شعري، بس للأسف ربنا ما صرفليش يعني شعري الناعم فبضطر أعمله. لكن أنا في العموم ما بحب، هي أنا بحب أبقى طبيعية. أنا مش قصدي إني أطلع على طبيعتي للجمهور عشان أحسسه إنه طب، مش قصدي، أنا إنسانة على سجيتي يعني، فاللي بحسه بعمله. وإيش رأيك بالفنانين الثانيين أو الإعلاميين اللي فيهم تصنع؟ دي أذواق يعني. في ناس بتحب تبقى طول الوقت بشكل معين، متهندمة هندام معين، لابسة لبس معين، هي ده شكلها وده ستايلها وهي دي الصورة اللي عايزة تصدرها عن نفسها. عايزة تبقى إنسانة باينة إن هي طول الوقت like a princess يعني. فدي حريتها الشخصية، دي أذواق، وده له جمهوره وده له جمهوره وده له جمهوره. يعني ما اقدرش انكر ان الممثل او الممثله اللي طول الوقت طالعين متوضبين ومتهندمين او بيصدروا جزء من حياتهم فاخر جدا وكده، ما اقدرش انكر انه ده الجمهور بيحبه وبيحب يتفرج عليه، وساعات بيحب يعيش الحياه اللي هم عايشينها من خلالهم، من خلال صور الطيارات الخاصه ومن خلال صور الحياه المرفهه الزياده والمنمقه الزياده. في ناس بتحب تشوف ده، بتشوف فيه امل وبتشوف فيه انه امكانيه ان ده يحصل لهم يوم من الايام. طيب من وجهه نظرك انت، نجاح الفنان او الاعلامي بشكل عام على ايش بيعتمد؟ يعني هل في مقومات معينه نقدر نقول والله انه هذا الانسان ناجح في حياته؟ سمات معينه حتى ينجح، حتى يتطور اكثر في حياته؟ بصي، الموهبه طبعا هي الاساس. ولكن انك تشتغلي على نفسك طول الوقت، تشتغلي على نفسك بانك تدوري على، يعني انا كمذيعه، تدوري على المعلومه بنفسك، ما تستنيش حد من الاعداد يحط لك معلومه من غير ما تراجعيها، تتاكدي من مصادرك كويس جدا، تقري كتير، تبقي ممرنه نفسك ان انت ذهنك حاضر طول الوقت، تذاكري قبل الحلقة كويس، تعملي الهومورك بتاعك، بالإضافة إنك تكوني عندك كاريزما وعندك حضور، لكن ما تعتمديش على ده وما تعتمديش على المعلومة من حد. يعني مش أنا عندي إعداد فبيعملوا لي فأنا المفروض أخد الكلام ده، لا، أنا راجع ورا كل واحد لأني مضمنش ده كمذيعة. يعني كممثلة طبعا الموهبة، يشتغل على نفسي طول الوقت. يعني إيه؟ أشتغل على جسمي طول الوقت، افضل دايما في الفورمه اللي انا عايزه اكون فيها. ممكن اكون انا ممثله كوميديه وشكلي حلو وانا مليانه يعني ممتلئه الجسم، دي فورمتي، لكن انا مثلا شكلي ليا شكل معين، لازم دايما احافظ على الشكل ده. دايما اقرا كتير، لانه الممثل لما بيكون عنده عمق في فكره بيشوف عمق في الشخصيه اللي بيمثلها. بتبصي للامور يعني بتوصلي للبعد السابع وانت بتقري الحاجه، فبتقدري تطلعي شخصيات عميقه وشخصيات غنيه وانت بتمثلي. انا بشوف ان طول الوقت الواحد المفروض يطور من نفسه، يتعلم حاجه جديده، الممثل يتعلم مهاره جديده، يتعلم يغني، يتعلم يلعب اله موسيقيه، يتعلم يلعب رياضه مختلفه. كل الحاجات دي بنستخدمها في التمثيل على فكره. اكيد احنا نتمنى لك كل التوفيق. ربنا يخليك، وانا سعيده بوجودك اليوم. ربنا يخليك. في عندك كلمه اخيره بهذا اللقاء حابه تضيفيها؟ انا مبسوطه قوي ان انا موجوده في الرياض وفي موسم الرياض، ومبسوطه قوي قوي ان انا موجوده في البيت الزجاجي لسيدتي. والحقيقه كانت تجربه جميله، وكانوا يومين حلوين قوي. يعني اتفاجئت بالتطور الكبير اللي حاصل في الرياض، واتفاجئت بالطفره الرائعه، واتفاجئت بالناس قد ايه لطيفه وظريفه ومحبه للحياه، ومبسوطه جدا بالتجربه، وان شاء الله تتكرر. ان شاء الله. سعيده بوجودك وتلبيتك دعوه سيدتي. مرسي. شكرا قوي. مرسي. مرسي. مشاهدينا، بهذا كون وصلنا لختام هذا اللقاء. نشكر لكم طيب المتابعة، وإلى اللقاء.